الاسلاميين والاسلاميات راك بينتوا على واحد درجه الوعي كبيره تبارك الله عليكم. الله يجزيكم بالخير، غتزيدوا تصبروا معنا، شدوا وليداتكم في الديور وما يخرج الواحد الا بالضروره. مازال قدامنا 15 يوم وحده اخرى. هاد الناس هادو هنا راه ماشي جاوا باش يخلعوكم، هادو جاوا باش يخدموكم. الله يجزيكم بخير، راه ما تعرفوش بلينا كنخافوا عليكم اكثر من ولادنا. احنا سامحين في ولادنا وجايين هنا ماشي حاج باش نضروكم، بغينا لكم غير الخير. الله يجزيكم بخير، شدوا وليداتكم في الديور نهار وليل 15 يوم صبروها. صبروا وعاونونا شدوا وليداتكم وما يخرج غير واحد من العائله يخرج بالضروره ويحمل معاه الوثيقه ديالو. الله يجزيكم بخير، ما كنبغيوشكم الاذيه، راه بغينا لكم غير صلاحتكم وصلاحه وليداتكم ووالديكم واخوتكم.